صورة واضحة. طيب هلا بالنسبة للسيجنال كونديشنينج لحد هلا شو غطينا؟ نراجع بسرعة على السريع. ايش هدفنا من السيجنال كونديشنينج احنا اول شيء؟ بدي احول لسوتبل فورمات، السيجنال لسوتبل فورمات، بدي اعملها امبليفيكيشن، بدي اعملها فلترينج، بدي احولها مثلا بدي اعملها عملنا انتجريشن، عملنا ديفرنشيشن. في طلاب حاسس شوي انه هذه شوية ضل، بس يعني ضروري انه بدنا ندرس ترانسديوسرز واحنا ما درسنا سيجنال كونديشنينج في الميجرمنت. فضروري انه نغطي السيجنال ترانسديوسر بالسيجنال كونديشنينج، مزبوط؟ يعني انتجريتر المفروض انك تعرف شو الانتجريتر، ما بتصير تتخرج وانت مش عارف كيف تصمم انتجريتر او ديفرنشيتر او فلتر، مزبوط؟ واضح؟ فاللي بدنا نحاول نعمله هلا باخر اخلص هاي الماده وبكي نعطيكم اشياء عمليه، اعطيكم اشياء عمليه تعملوها على الماتلاب. مثلا تبني انتجريتر على الماتلاب، مثلا كيف تبنوا انتجريتر على الماتلاب؟ بالسيميلينك. السيميلينك مش قادر تحط بلوك انتجريتر، تحط بلوك انتجريتر تدخل سكوير وتتاكد انه فعلا بيطلع معك، تغير بارامترز معينه مثلا تشوف ايش بيطلع معك. ممكن تحطوا سكوير ويف فيها شويه شيفت حتى عشان تشوفوا ايش الفكره اللي حكينا عنها، انه راح يصير ساتوريشن في النهايه في الاوب ام في الاوتبوت تبع الاوب ام. فخلينا نخلص هلا، بنخلص السيجنال كونديشن، بعدين ممكن اعطيكم شويه اساينمنتس على السيميلينك تعملوها بالسيميلينك. فلترز كمان ممكن نعمل شويه اساينمنتس على فلتر. نعم. بصير تحكي لنا شوي اكثر على الديسيبل لما نحكي عن الديسيبل. نحكي عن الديسيبل. طيب ما في شيء كثير يعني ما بنتعمقش فيه كثير، هلا بنحكي عنه شوي. شو الديسيبل؟ الديسيبل ليش احنا دخلنا في موضوع الديسيبل؟ صار عندي هلا مثلا الجيم او الاتنيويشن لوج للبيس 10، فانا عمالي ايش اللي عمالي بقوله؟ كاني عمالي بحول من ريشيو ابسولوت ريشيو لقديش انا كم صفر عندي زياده في الكوانتيتي، يعني اذا انا عندي امبليفيكيشن 10 اضعاف الباور عماله تتضاعف 10 مرات، لوج 10 تو ذا بيس 10 ايش بعطيني؟ 1 في 10 10 دي بي. انا عمالي بقول طبعا هون لاحظ انه الدي ايش معناها ديسي؟ ديسي ايش يعني؟ 10. من هون اجت ال 10 هاي، ال 10 اللي اجت من هون. عمالي بحول اللوغاريتميك سكيل. ميزه اللوغاريتميك سكيل اني صرت انتقل هلا هون من 1000 ل 100 زي ما بنتقل من 100 ل 10 زي ما بنتقل من 1000 ل 10000. فصار السكيل بقدر اشوف انا رينج واسع جدا. لو انا السكيل بدي اعمل له بلوتنج من 1 لمليون على لينير سكيل ما بكفيش عندي السكيل، بكون انا عمالي بقارن الاشياء بماجنيتيود بالماجنيتيود تبعتها. الميزه الثانيه للديسيبل انه الجيم ضرب جيم عبارة صار عن جمع، صرت اجمع جمع. لو عندي بلوك بلوك ثاني لو عمالي بعمل اتنويشن مقداره 5 دي بي وكمان اتنويشن مقداره 10 دي بي عمالي بجمعهم اثنين صار عندي اتنويشن مثلا مقداره 15 دي بي او 20 دي بي حسب ما بجمعهم جمع. فالدي بي هي عبارة عن طريقة اني اقدر اشوف الريشيو ما بين الانبوت والاوتبوت. هلا هاي مناسبة كمان لوين؟ مناسبة لما يكون عندي السيجنال تو نويز ريشيو كبيرة جدا. يعني معظم السيستمز المفروض السيجنال تو نويز ريشيو يعني مثلا يكون عندي السيجنال 1000 ضعف النويز مثلا. فإذا بتعبر عنها بريشو رح يكون عندي رقم ضخم جدا، مش هيك؟ أقول السيجنال تو نويز ريشو 1000 أو 10000. هون عمالي بحول السكيل هذا عمالي بحوله ل لوغاريتميك سكيل. لاحظ إنه فيش له يونت دايمنشنلس، مش هيك؟ هي دي بي يعني دي بي مش دايمنشن، مش يونت، مش اس اي يونت، ما بقدر أربطها باس اي يونت. هي عبارة عن ريشو ما بين اثنين 20 لوج بي اوت على دي انبوت أو 10 لوج بي او على بي اوت. هلا في ديسيبل في الكوميونيكيشن سيستمز بيصيروا يعملوا ريفرنس بيعبر عن الفولتج مش عن الريشيو اوف تو فولتجز، بالفولتج بيعبر عنه بالدي بي، لانه بيفترض اظن انه بيفترض هاي 1 ملي فولت ولا 1 مايكرو فولت. في افتراض معين بيفترض انه لو انا عندي الريفرنس، لو انا هون اعتبرت في ريفرنس معين شو صرت اقدر اعبر عن الفولتج؟ بقدر اعبر عنه كريشيو كدي بي. يعني انا اظن انها يا انها 1 ملي فولت يا اما 1 مايكرو فولت، تاكدوا منها. 1 ملي فولت مايكرو فولت، لو انا عندي فولت هون، الفولت بالنسبه لل 1 ملي فولت قديش؟ 1000 مره، مش هيك؟ لوج ال 1000 للبيس 10 قديش؟ 3 في 20 60. فصار عندي كانه ال 1 فولت انا حولته لسكيل جديد، السكيل هو عباره عن 60 دي بي، لانه بالنسبه ل 1 ملي فولت للبيس ملي فولت. صرت اعبر عن فولتجز مش ريشوز، عم بعبر عن فولتجز عمالي بعبر عنها بالدي بي. احنا الصحيح هذا ما بيهمنا كثير، هذا اكثر بيستعملوه تبعون الكوميونيكيشن.
جماعه كوميونيكيشن بيستعملوا هاي صار يعبر هو عن ابسولوت فولتج مش عن ريشيو اوف تو فولتجز. احنا باستعمالاتنا بشكل رئيسي اهم شيء اللي يهمني اذا عندي ترانسديوسر مثلا الترانسديوسر هاي مثلا في علاقه ما بين السيجنال تو نويز ريشيو مثلا او ميجرمنت سيركت بدك تعبر انت على السيجنال تو نويز ريشيو يعني بدك تقول السيجنال تو نويز ريشيو اس ان ار بتساوي مثلا 100 دي بي معناها انه السيجنال اكبر من النويز ب 100 دي بي الفولتج او الباور نفس الشيء راح يطلع معك هيك الفولتج او الباور نفس الشيء لان هون لما بربع هون بربع بيطلع عندي يعني هون ربعت الباور باور بتساوي في سكوير 2 بتضرب في 10 بتصير عندي 20 اذا انا بستعملها كطريقه اعبر عن السيجنال تو نويز ريشيو او بعبر عن الجين والاتينيويشن بس احنا عاده ما بنستعملها بهذا الاسلوب ايوه عبد الكريم قديش بنحط احيانا 20 احيانا 10 10 للباور و20 للفولتج اذا عمالي بقول الاوتبوت باور على الانبوت باور بستعمل 10 اذا بقول الاوتبوت فولتج على الانبوت فولتج بستعمل 20 هي نفس الشيء لانه هاي البي هي عباره عن في سكوير على ار وهذه في سكوير على ار ار بتشطب معها اذا افترضت اني عمالي بعمل ريفرنسنج لنفس الريزستر صار عندي 2 هاي كلها صارت سكوير مش هيك الاثنين بتنزل هون بتصير عندي 20 فلو عندي السيجنال اللي طالع من السيستم سواء عبرت عن الباور تبعتها او الفولتج تبعتها بيطلع معي نفس الدي بي نفس الدي بي ريشيو واضح هذا اللي انت بدك تشوفه هي بس طريقه حتى اعبر عن الانبوت والاوتبوت وهي وين مهمه في البودي فلوت ايش البودي فلوت البودي فلوت اذا انا بدي احكي عن سيستم معين الفريكوانسي ريسبونس تبعه ايش عماله بيعامل الابليتيود الماجنيتيود تبع السيجنال يعني الماجنيتيود تبعت الجين مش الفيز ما بتطلع على الفيز عمالي بتطلع على الامبليتيود يعني عندي بلوك دايجرام للسيستم سواء كان فلتر سواء كان ايش ما كان السيستم هذا في علاقه معينه ما بين الانبوت والاوتبوت تذكروا لما درسنا الفيرست اوردر سيستمز في الميجرمنتس والسكند اوردر سيستمز تذكروا لما كنا نقول لو انا عندي مثلا ثيرمومتر والثيرمومتر هذا فيه له تايم كونستانت مش هيك قلنا الترانسفير تبعته شو كان كي في له سنسيتيفيتي في السنسيتيفيتي في الحاله هي راح تكون 1 ودايمنشنلس تاو اس بلس 1 انا عم بقول هاي الترانسفير فانكشن لميجرمنت سيستم الاكسلروميتر راح نشوفه بعدين سكند اوردر سيستم لانه في ماس في داخله في دامبر في سبرينج سبرينج ما بكون سبرينج فعل بكون يعني دايفرام او شيء شيء له سبرينج اكشن والدامبنج تبعته عباره عن فيسكوسيتي بيكون معلقه هاي الماس في ليكويد يعني انت لو رحت شريت اكسلروميتر مش ممز اكسلروميتر كلاسيكال اكسلروميتر راح يكون عباره عن حجره انا حاطط فيها ماس الماس هاي محطوطه في فيسكوس ليكويد شو بعطيني بدي دامبنج لان اذا ما حطيتش دامبنج شو راح يصير بعمل له اكسايتيشن شو الماس بتضلها قاعده بتضلها قاعده تعمل اوسيليشن فور ا فيري لونج تايم انا مش هذا هدفي مش هيك مش هدفي اعمل بندول هون انا ايش هدفي اعمل شو هدفي من الاكسلروميتر قيس الاكسلريشن مش هيك هلا الاكسلريشن المفروض انها بتتناسب مع الديفليكشن الديسبيسمنت اللي بيصير في هذا الماس هاي مش هيك لما باثر عليها الاكسلريشن هيك يعني افرض مسكت انا هون كان عندي القطعه هاي بلوك معين مسكت هذا البلوك وجريته ووقفت شو راح الديسبيسمنت تبعها شو راح تقيس حركتها لها علاقه في ارتباط بينها وبين الاكسلريشن يعني كل ما شديت عليها باكسلريشن على ايش راح يصير او انت بسياره عم بتسوق سياره اخذت هذا السيستم هذا انت بنيته ربطت زنبرك هون وربطت زنبرك هون ماشي حطيت فيسكس فلويد في الداخل وهاي الماس مشدوده بحيث انه الماس ما تقدر تطلع تنزل بس تقدر تتحرك في هذا الاتجاه طلع ابو سنين في السياره مع سياره جديده ابوه معطي اياها سياره مرتبه وبدا ايش يعمل بسوق بعمار بسوق بسرعه جنونيه بوقف بسرعه وبيمشي بسرعه شو بيصير بالماس هاي كل ما هو شد على الاكسلريشن اكثر شو بيصير تتحرك بهذا الاتجاه انا حطيت فيسكس ليكويد عشان ايش دامبنج عشان هاي يصير لها دامبنج ما بدي اياها تتحرك والا اللي راح يصير لما انا بضرب بريك هون ايش راح يصير بهاي راح تروح تروح ترجع تروح تضلها تعمل اوسيليشن لمده دقيقه انا ما بدي اعمل منها اوسيليتر انا شو بدي اعمل انا بدي اشوف الديسبيسمنت اللي صارت فيها بسبب الاكسلريشن اللي اثرت عليها فانا بدي الدامبنج يكون حد معين طبعا ما بدي كمان الدامبنج يكون عالي جدا بحيث انه ما يصيرش حركه في عندي كريتيكال دامبنج او عاده كرول اوف ثام نستعمل نرجع للرول اوف ثامز اللي هي قديش تقريبا بدي 0.7 وجد انه بتعطيني احسن كومبرومايز ما بين كويك سيتلينج تايم مش انا بدي جود سيتلينج تايم ليش بدي جود سيتلينج تايم؟ بدي هذا لما يتحرك بعد ما يعطيني الديفليكشن الاصليه اللي بتمثل البريك اللي انا ضربته اياها بعدين تعمل سيتلينج وتكون جاهزه تاخذ كمان قراءه جديده ما تضلها تعمل اوسيليشن ولا بدي اياها تاخذ فتره طويله حتى تعمل ريسبونس مش هيك اللي حكينا عنه بالنسبه للريسبونس تبع اي سكند اوردر سيستم
هلا هون تايم لاحظ هذا مش فريكونسي تايم بالتايم دومين جيت انا هون حركتها مثلا اثرت عليها بانبوت معين الماس رح تتحرك مثلا تتحرك بهذا بدي انا طبعا كويك سيتلينج تايم مش هيك وبديش ريبل كثير ما بدي ريبل كثير اللي هو اي مواصفة اي سيستم بدي الريسبونس تبعه بحيث انه الديسبيسمنت تبعتها في النهايه تكون ممثله للاكسلريشن اللي هي تاثرت فيه فانا عندي اي ميجرمنت سيستم ممكن يكون فيرست اوردر ممكن يكون سكند اوردر ممكن يكون ثيرد اوردر وانا بعمل له ابروكسيميشن كفيرست اوردر او سكند اوردر سيستم من هون هلا حتى اعبر عنه بالتايم دومين الريسبونس تبع هذا السيستم بالتايم دومين شو عملنا بالثيرد اوردر سيستم قلنا انه لحد حد معين عندي هون هاي شو قلنا 3 دي بي هذه ماينس 3 دي بي فوق اللي هي الفريكونسي تبعت هذا السيستم هون وهون عندي الرورو فعمالي انا بقول الفريكونسيز اللي موجوده بنلاحظ هلا هذا فريكونسي دومين مش تايم دومين ولو كان عندي سكند اوردر سيستم شو بكون عندي الرول اوف فيرست اوردر سيستم هذا بنزل بي 20 دي بي بير ديكيد واذا كان سكند اوردر سيستم كيف رح ينزل 40 لكن بالسكند اوردر سيستم لما يصير في عندي ريزونانس ايش بصير الشكل هون الكير حسب زيته مش بصير حسب زيته يصير في عندي ريزونانس ريسبونس عند هاي النقطه طبعا بشكل عام كقاعده عامه اللي رح نشوفه انه كميجرمنت سيستم انا ما بحب يصير عندي ريزونانس زي كيف فالفريكونسي اللي بدي اعرض السيستم الها تكون بعيده عن هذا يعني بدي احاول اشتغل في المنطقه هاي ما اشتغل في المنطقه هاي واضح ليش بدي اشتغل في المنطقه هاي واقربش على المنطقه هاي ليش بدي احاول السيجنالز اللي بقيسها تكون الفريكونسي تبعتها لو فريكونسيز بعيد عن المنطقه عشان هاي. في اتنيويشن عم بصير لها ديستورشن عم بصير لها اتنيويشن وديستورشن انا ايديالي بدي السيستم يكون زي هيك ايش فريكونسي بعطيه اشوفها ايش فريكونسي بعطيه اشوفها يعني كميجرمنت سيستم انا بدي اياه ايديالي يكون زيرو اوردر مش هيك اي ميجرمنت سيستم بدي اياه يكون زيرو اوردر يعني شو ما بعطيه هون السيجنال بدي اياها تطلع نفس السيجنال إذا قدرت السيجنال اللي أعطيه إياها كلها تكون below the frequencies هاي هون المشاكل اللي موجودة هون صفى إيش السيجنال بعطيها faithfully بيرجع لي إياها وأنا هذا هدفي مش هذا هدفي في النهاية هدفي في النهاية أي measurement system faithfully to faithfully reproduce إيش reproduce يعني يعيد يعني يرد يفرجيني نفس السيجنال هاي هون physical quantity اللي هي acceleration humidity temperature وهون بدي إياها تتحول ل electrical signal أشوفها ما بدي لا يضخم لي اياها ولا بدي يصغرها ما بديش يغير فيها اي تغيير سيء سواء كان امبليفيكيشن زي هيك يعني لو اجيت انا عندي هون الريزونانت فريكونسي تبعت هذا السيستم راح يبدا هون يكبر لي الفريكونسيز هاي ويصغر الفريكونسيز ثانيه فايديالي انا بدي اختار الميجرمنت سيستم عندي وين يكون انه يكون الفريكونسيز اللي موجوده هون محل ماينس 3 دي بي بوينت يكون اعلى من الفريكونسي رينج اللي انا بشتغل فيه فالاكسلروميتر نفس الشيء بحاول الاكسلروميتر الفريكونسيز اللي موجوده فيه اشتغل على فريكونسيز اقل من هذه الفريكونسيز الموجوده هون اذا الريزونانت فريكونسي تبعته 20 كيلو هرتز بدي احاول اعرضه لسيجنالز مثلا مقدار الفريكونسي تبعتها الماكسيمم 2 كيلو هرتز او 1 كيلو هرتز عمليا انا عم بعمل شيء شو بعمل كاني بطلع على سيستم هون كانه هذا السيستم اللي استعملته هون as far as these frequencies are concerned كانه صار زيرو اوردر سيستم مش هيك كانه زيرو اوردر سيستم لاني تجنبت انا الفريكونسيز العاليه يعني مثلا ناخذ مثال انا عندي سيستم زي هيك إذا اضطريت عندك مشكلة بدك تأخذها بعين الاعتبار بدك تحاول تصححها بس مثلاً على سبيل المثال الأكسلروميترز إذا أكسلروميتر مثلاً في ريزونانت فريكونسي تبعته 20 كيلو هرتز ما بصيرش أنت تعرضه لسيجنالز لها فريكونسي 20 كيلو هرتز لأنه عماله بيعمل ديستورشن لبعض الفريكونسيز بعضها بيكبرها وبعضها بيصغرها بدك تتأكد إنه السيجنال تبعتك تكون 1 كيلو هرتز أو 2 كيلو هرتز إذا بدك 20 كيلو هرتز بدك تختار ديفايس يكون لها ريزونانت فريكونسي أعلى منها يعني أنا التريك كلها تبعتي إني أحاول أضل أشغل في المنطقة هاي مثلا ناخذ مثال لو انا عندي مثلا نفرض عندي انا فيرست اوردر سيستم والفيرست اوردر سيستم كات اوف فريكونسي تبعته 20 هرتز اذا فعلا بدي اضمن ما يصيرش في عندي ديستورشن اذا قدرت السيجنالز اللي بتدخل عندي كلها تكون الفريكونسي تبعتها 1 2 3 هرتز مثلا صار عندي هو عمليا انا كان بستعمله كانه زيرو اوردر سيستم عماله بدخل عندي وبيطلع او بدي ارجع شو اعمل؟ اعمل التصحيح اللي كنا نعمله تذكروا التصحيحات اللي كنا نعملها هون مش هون بيطلع عندي ستيدي ستيت ايرور اذا دخلت رامب مثلا دخلت رامب عليه مش عندي ماينس سي في تاو او سي في تاو بيطلع عندي ستيدي ستيت ايرور او اذا كان عندي ستيب فانكشن شو لازم اعمل اذا دخلت ستيب فانكشن على فيرست اوردر سيستم
استنى بدي استنى مش هيك؟ بعد فتره معينه بكون اختفى ستيدي ستيت او يعني بدي افهم انه طبعا انا هون هذا مش بايدي يعني بس بتعلم انه في سيستمز معينه ميجرمنت سيستمز فيها تايم ريسبونس فيها دايناميك ريسبونس فيها دايناميك كاركترستكس عمالها بتسبب لي المشاكل هاي فانا بدي احاول اتغلب عليها انا ايديالي لو بقدر كل السيستمز اصممها زيرو اوردر بصممها بس ما بقدر زي مثال الاكسلروميتر كيف بدك تعمل انت اكسلروميتر ما فيش له الريسبونس تبعه فلات على كل الفريكونسي صعب جدا فمضطر اني انا اخذ هاي الاشياء بعين الاعتبار دكتور نعم كيف يعني حلو هاي المشكله هي بدك تتاكد انه الريزونانس فريكونسي تبعته اعلى من الفريكونسي اللي انت بتعرضه له مش فاهم كيف يعني البيزو الكتريك هلا انت بشكل بسيط احنا بنيجي على انواعهم بشكل بسيط بس فكر فيها كماس عمالها تتحرك على سبرينجز وفي لها دامبنج سيتيبيكال كلاسيكال سكند اوردر سيستم هلا البيزو الكتريك بتصير تكنولوجي اضافيه بتنحط فيه يعني بطريقه مختلفه بس بتعتمد على نفس المبدا انه انا بدي اقيس الديسبيسمنت هاي بالنهايه انا بدي اقيس الديسبيسمنت تبعت الماس هاي اشوف قديش تحركت مش هيك هلا في انواع بيزو الكتريك في ال في دي تي في انواع مختلفه اللي بنيجي على الاكسلوميتر بنحكي عليها بس بشكل رئيسي المبدا الاساسي هو انيرشال ايش يعني انيرشال شو يعني انيرشال انا عندي ماس موجوده هون مثبته هون اذا انا حركت حسب قانون نيوتن للحركه شو راح تحاول يضل مكانه هذا الجسم مش هيك الا اذا انا اعطيته اكسلريشن فهذا الماس وين كانت موجوده هون لما انا حركت الكيسنج هو ايش راح يصير في الماس لانها راح تحاول تضلها مكانها مش هيك في لها انيرشال نسميهم هدول انيرشال ديفايس اوكي احنا دخلنا هذا الموضوع عن غير قصد لانه كنا بنحكي عن الدي بي بس هاي الفكره مهمه جدا انه التايم ريسبونس او الفريكونسي ريسبونس تبعت اي ترانسديوسر او ميجرمنت سيستم مهمه لازم تفهمها لازم تفهم الريسبونس تبع هذا السيستم حتى تعرف كيف تطبق الابلكيشن نعم مين كان بيسال سؤال هون طيب خلينا نكمل في السيجنال كونديشنينج اذا وصلنا اخر شيء بدنا نحكي عن الفلترز واللي حكينا عنه هو السالن كي سالن اند كي هذا اكتف فلتر عماله بيستخدم اوب هام لاحظوا هون كيف عندي فيه تشابه بالسيمبل فيرست اوردر سيستم مش هيك ريزيستر كاباستر ريزيستر كاباستر اللي هي بي انبوت انبوت سيجنال اللي بتعمل عليه هذا اسمه سالن اند كي سالن اند كي لو باس فلتر هذا اظن انه سكند اوردر شو رايكم احد الاسايمنتس تكون انه نبني واحد من هدول فيديو سيميلينج او خلينا نبدا فيهم شوي شوي نبدا اول شيء نبني انتجريتر مالتي سيم او اذا ضربت ابني شيء ضربت في السيميلينج بدك تحول تطلع ترانسفير فانكشن اذا بتطلع الترانسفير فانكشن عادي شوفوا ايش الطريقه اللي كنتم تستعملوها يعني الفكره هون انه احنا نبني انتجريتر نعم في السيميلينج خلينا نشوف هلا بس هاي هذه اساينمنت لكل شخص لوحده كل شخص لوحده حاول تعمل هاي الاساينمنت
وتفرجيني الاوتبوت فرجينا الاوتبوت اللي بيطلع معك. واحسن اسايمنت خليه نعمل برزنتيشن يعمل برزنتيشن في المحاضره هون. يعني هلا هون هيك شيء عملي يعني. انا عارف زيك انتم كله نظري صرنا اربع محاضرات نحكي اشياء نظريه. هلا نطبق شيء عملي هون عندي هيك راح اخذ انتجريتر الانتجريتر بدي ادخل عليه 1 كيلو هرتز انبوت سكوير ويف. خلينا اول هاي سكوير ويف راح تكون 2 فولت بيك تو بيك يعني 0 تو 1 فولت 0 تو بيك والفريكونسي تبعتها 1 كيلو هرتز. اول جزء من هاي 1A من الاسايمنت هاي بنبني انتجريتر وندخل عليه 1 كيلو هرتز سيمتريكال. اذا كانها سيمتريكال ما راح ياثر عندي ما راح يصير في عندي ساتوريشن بالهاي لانه عندي هي فولي سيمتريكال. لكن جزء 1B اللي راح نعمل تعملوه هون بدي اعمل دي سي شيفت اوف 10 ملي فولت بلس 10 ملي فولت يعني السكوير ويف هاي راح تضيف لها 10 ملي فولت بوزيتيف شيفت. مفروض بعد فتره معينه او خليها 10 ملي فولت عشان يصير في عندي ساتوريشن سريع. مفروض انك تشوف النهايه الريسبونس من البدايه لحد ما يصير في فولي ساتوريتد دي سي شيفت اوف 10 ملي فولت. طبعا بدك تلاقي الاوتبوت بعد ما نعمل هاي حتى نحل المشكله. شو بدنا نحط على الانتجريتر؟ حط الريزستر البليزنج ريزستر اذا 1 سي يعني هاي راح نعملها بس في ار سي بس ار بلس سي without bleeding resistor. واضح ايش البليدنج ريزستر حكينا عنه المره الماضيه؟ احكي عنه مره ثانيه. تذكر لما حكينا احنا في الانتجريتر قلنا في عندي كانتجريتر اساسي انا ما بحتاج غير كاباستر ريزستر وقيم ار وسي هي الكريتيكال اللي لها علاقه في الفريكونسي تبعت السيجنال اللي داخله. إذا ما حطيت بليدنج ريزيستر وكان الانبوت ما فيش فيه أي دي سي شيفت ما راح يصير عندي ساتوريشن في الأمبليفاير بيشتغل. لكن إذا صار في عندي أي دي سي شيفت بوزيتيف أو نيجاتيف إيش راح يصير في عندي هون؟ ساتوريشن. حتى أتخلص من هذا الساتوريشن أمنع وأعمل ليميتنج للدي سي جين بحط ريزيستر خلينا نسميه آر بي وهي نسميها آر 1 وهذه سي 1 وهذه نسميها إي كيو مثلا. وعندي قلنا آر بي هتساوي 10 تايمز R1. هذا سميناه البليدنج ريزستر اللي بيعمل ليميتيشن. المفروض لما تضيف هلا البليدنج ريزستر في 1 سي يلتغى عندك الشيفت مشكله الشيفت اللي كانت موجوده. هاي اول اسايمنت. دكتور متى الديدلاين تبعها؟ قديش بدكم وقت؟ قديش ريلستيك بدكم وقت لهي؟ خليك معي يا عمر عبدين. الطريقة اللي بدكم اياها في الكترونكس ورك بنش. في حد استعمل الكترونكس ورك بنش؟ بالمالتي سيت الكترونكس. نعم مش فاهم والله ما بعرف وين موجود الكترونكس ورك بنش. موجود في امبيدد في السيميلينك مختبرات ماتلاب موجود مختبرات ماتلاب موجود الكترونكس ورك بنش. طلع شوف هاي اظن بامكانك تنزل كمان ايفالويشن كوبي اذا بتعمل سيرش بالجوجل الكترونكس ورك بنش. احد الاشياء اذا ما عندك الالكترونكس ويت مش بدك تستعمل السيميليك شو بتقدر تعمل؟ بتقدر تطلع ترانسفير فانكشن. كيف تطلع ترانسفير فانكشن هون؟ بتعرف كيف تطلع؟ نعمل عندي هاي عباره عن الامبيدنس هاي بارلل مع الامبيدنس هاي على الامبيدنس هاي او الامبيدنس هاي على الامبيدنس هاي زائد الامبيدنس هاي على الامبيدنس هاي اللي هون. بعطيني الاوتبوت. اذا صار عندي ترانسفير فانكشن شو بعمل؟ تحطها بالسيميلينك بتدخل تايم دومين سيجنال وبتطلع تايم دومين سيجنال شيء ما تدخل حتى بالفريكونسي. ودي لك ايميل نعم ودي لك ايميل. ايش بدكم وقت؟ قديش بدكم وقت؟ اسبوع بس خليكم شوي. اسبوع كويس 10 ايام اعطيكم. اليوم الخميس. الخميس الجاي قديش بكون التاريخ؟ الاحد الجاي. لا حسيت 19 اليوم و7 26 26 27 28 1 2 1 3 خلينا نعمل فلتر. نعمل كمان فلتر. خلينا نعمل هذا السالكي فلتر. اوكي تعملوه بنفس الطريقه تدخلوه
وتعطي نعطي فريكونسيز معين. يعني بدنا نضيف تو فريكونسيز نعمل هاي أربعة دكتور فاليوز. هلا نعمل فاليوز ندخل له سيجنال مكونه من تو سيجنال مجموعين اديتيف نويز. تعرفوا في شيء اسمه اديتيف نويز ومالتيبليكاتيف نويز؟ شو يعني اديتيف نويز؟ ان النويز بضيف نفسه اضافه للسيجنال بس، هذا ابسط انواع النويز. بس في نويز اسوء من هيك اللي هو مالتيبليكاتيف نويز. شو بيعمل؟ بضرب النويز نفسه في السيجنال. احنا رح ناخذ بس اديتيف نويز، فرح نجمع تو سيجنالز، واحدة لها فريكوانسي 1 كيلو هرتز ولها مثلا 1 فولت بيك تو بيك ساينوسويد، وسيجنال تاني اللي هي بتمثل النويز سيجنال لها فريكوانسي 10 كيلو هرتز ولها 0.1 فولت بيك تو بيك. قديش السيجنال تو نويز ريشيو هون؟ 10 دي بي 10 10 لوك 10 لقوة 10 1 20 20 20 دي بي. اذا عندي السيجنال تو نويز ريشيو هون عندي 20. هلا كيف انا مميز بينهم؟ بالفريكونسي. انا راح اترك لك انت تختار الكت اوف فريكونسي. صمم لي سالك شيء فلتر لو باس فلتر يميز السيجنال هاي، وفرجيني شكل السيجنال بيفور اند افتر. شو راح يكون شكل السيجنال بيفور؟ اديتيف. انا مفترض طبعا انها اديتيف نويز، مش هيك شكل السيجنال راح يكون بيفور؟ ساين ويف مركب عليها ساين ويف ثاني، الفريكونسي تبعتها اعلى والامبليتيود تبعها اقل، which is realistic. هذا هو اللي بصير عندي في الحياه الواقعيه. اذا النويز ضخم لدرجه يعني مش راح يكون النويز ضخم بنفس ضخامه السيجنال. ففي عندي انا هون 10 كيلو هرتز نويز، البيك تو بيك تبعه 0.1 فولت ساينوسويدال، 1 كيلو هرتز سيجنال يعني هذا السيجنال وهاي النويز، وهذا عندي 1 فولت بيك تو بيك ساينوسويدال 0.1 فولت بيك تو بيك ساينوسويدال 10 كيلو هرتز 1 كيلو هرتز. انت اختار الكت اوف. ايش نختار الكت اوف مثلا؟ ممكن تختارها مثلا 5 كيلو هرتز، مثلا 5 كيلو هرتز اللي هي هاف واي بتوين مثلا بين التو سيجنالز. ومثلا تختار الاوردر، الاوردر هون محدد بالفلتر نفسه. فرح نعمل ديزاين لسالين كي فلتر، سالين اد كي فلتر، لو باس فلتر، حتى يفصل هدول السيجنالز عن بعض. بدك تفرجيني السيجنال الاوتبوت المفروض شو تكون هوبفولي؟ ساينوسويدال لها 0.1 فولت بيك تو بيك، ما فيش شيء لوس. اذا بدك حتى تفرجيها تقارن التو سيجنالز ببعض شو ممكن تعمل؟ ممكن تعمل البلوك دايجرام التالي. تجيب السيجنال الساينوسويدال اللي هي السورس، تجمع لها النويز. فهي مبين عند السيجنال الاصليه شو كانت؟ ايش انجمع لها؟ النويز. النويز وين اجى؟ هي من هون. هلا هاي باخذها بدخلها على الفلتر، المفروض يطلع معي اس نفس السيجنال اس داش. باخذ هاي على سكوب وباخذ هاي على سكوب. ايش الغلط؟ لا 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 لا، انا الفكره بدي هو انت شطارتك ترجع لي السيجنال الاصليه اللي انا شفتها. عرفت يعني؟ هذا انا هدفي، هدفي تفرجي انه ما عملتش انت ديستورشن على السيجنال. راح تلاقي في اختلاف بسيط لانه الفلتر ما راح يكون بيرفكت من هون، خصوصا اذا انت نزلت الكات اوف فريكونسي. يعني انا المفروض يطلع عندي تو ساينوسويدز، مش هيك؟ تقريبا التو ساينوسويدز متشابهات. السيجنال شو كانت اصلا لما اجتني من الميجرمنت سيستم من الترانسديوسر؟ تعرضت للنويز، شو عملت لها انا هون؟ حاولت اعمل فلتر ان النويز كومبليت السيجنال. المفروض هاي السيجنال تكون مشابهه لهاي السيجنال. رح تشوف مباشره اذا في اختلافات. هل طبعا هون بتفرج عليه باي دومين؟ تايم دومين. بس بتفرج عليه بالتايم دومين. اذا هاي اساينمنت، اساينمنت مثل شغل. هلا اذا في حد بتغلط بالسوفت وير احكوا مثلا يوم الاحد، مثلا اذكر يوم الاحد نشوف كيف ايش ممكن، ايش في اقتراحات او في بجهاز السوفت وير. في عندنا طريقتين اساسيات، يا اما بتطلع ترانسفير فانكشن او بتستعمل شيء زي مالتي سيم مثلا او الالكترونكس ورك بنش. الالكترونكس ورك بنش سهل، يعني بس بحط كومبوننتس وين بعرضه له سيجنالز معينه. وين استعملته شيء زي هيك الالكترونكس ورك بنش؟ بالمالتي سيم. وين استعملته المالتي سيم؟ بلاب السيركتس. طيب وين كنتوا تشتغلوا عليه؟ وين السوفت وير موجود؟ بنفس اللاب. طيب ماشي، اذا في حدا عنده مشكله فتشوا هلا، حاولوا تفتشوا من هون، يعني اعملوا شويه ريسيرش وخلينا نحكي لاحد نشوف اذا في مشكله. ماشي. ايش في سؤال ثاني؟ ايوه يا جماعه عبد الرزاق يا جماعه. ايوه بس الصوت يا شباب. لارا وبنان. نعم. هلا بدي اعطيك انا الفورمولا، بدي اعطيك الفورمولا اللي بتعطيك قديش الكت اوف فريكونسي.
3 dB cut off frequency لهذا الفلتر للسيل الانتيل يعني F 3 dB شو 3 dB يعني؟ يعني على البودي فلوت لما الجين بنزل 3 dB عن الميد باند بوينت بتكون الفريكونسي 1 على 2 باي لاحظ تشابهها تشبه السيمبل فيرست اوردر سيستم شو كان السيمبل فيرست اوردر سيستم 1 على 2 باي ار سي الاختلاف الوحيد هون صار عندي في 2 سي فاخذت الجيومتريك افريج تبعهم مش هيك فهلا انت بس دقيقه اللي بدك تقرره بدك تقرر وين بدك الكات اوف وبامكانك هلا تجرب انت تجرب كات اوفز مختلفه يعني مره تجرب الكات اوف اقرب لل 10 كيلو هرتز ومره تجرب الكات اوف اقرب لل 1 كيلو هرتز وتشوف ايوه دكتور بس كيف بدي اطلع الجين تبع هاي السيركت ما بعرفش وين الجين مش تطلع تطلع الفي اوت على الفي ترانسفير فانكشن هون سهله مش سهله مش سهله ترانسفير فانكشن مش سهله زي هون مثلا يعني هون طيب خلينا نفكر فيها كيف بدك تعمل في عندك انت انبوت هون مش هيك في عندك انبوت هون هل تقدر تستعمل السوبر بوزيشن فكر بالسوبر بوزيشن وشوف اذا بتقدر تطلع الاوتبوت من هذا الانبوت والاوتبوت من هذا الانبوت مثلا بعدين تجمع في عندي جين من هذا الانبوت مش هيك شو الجين صار عندي هاي هون في عندي ترانسفير فانكشن بدك تعمل حتى يمكن دلتا باي ترانسفورميشن مش هيك بدك تعمل يمكن دلتا باي ترانسفورميشن في هاي الحاله الصحيح الاسهل انك انت تحط الكترونيك كومبوننتس وتحل يعني هاي الحاله سهله زي ما هي بس تحاول تلاقي سوفت وير ياخذهم ياخذهم كومبوننتس اللي هو مثلا الالكترونكس ورك بنش او المالتي سيم هون سهل انك تحطها في السيميلينك مباشره لانك انت تقدر تطلع ترانسفير فانكشن تبعتها في البدايه بس تطلع ترانسفير فانكشن تبعت هاي بتصير 1 على جي اوميجا 1 على اس سي على ار 1 1 على اس ار 1 سي 1 هذه سهل انك تحطها مش هيك انت بتختار قيم معينه لار 1 وسي 1 وبتحل بعدين بدك تعدلها بحيث انه يكون في عندك ار بي بدك تاخذ ار بي بعين الاعتبار مرات ما هو القيم وين بدك على اي اساس بدك تاخذها عمر وادهم ادهم خليك وين بدك تختارها على اساس ال 1 كيلو بس مش هيك 1 على 2 باي ار سي مثلا بتاخذها بتساوي الديريف اللي موجود هون او 2 باي ار سي بتساوي وين الريزيسترز هون؟ هون انت بدك تختار القيم بس تحقق هاي يعني زيد ار ونزل سي زي ما بدك مش مشكله بس تكون قيم ار منطقيه مش تروح تختار ار مثلا هاف ان اوم او ربع اوم ما راح تكون موجوده في الواقع مثلا عاده ار بنختارها مثلا 1 كيلو اوم او 10 كيلو اوم مثلا بعدين بتلاقي قيم سي مناسبه او احيانا شو بنشتغل احنا على 100 بنحاول نشتغل على سي اكثر ليش؟ اصعب لانه سي اصعب اني الاقي القيمه اللي بدي اياها فبختار انا قيم موقعيه لسي مثلا 1 مايكرو فارد وشوف ايش بتطلع مع قيم ار، قيم ار بامكانك انت تتحكم فيها اكثر اسهل شوي اسهل انك تلاقي قيم ار او تحطها بارلل او سيريز لما تعملها بس انت ما دام تعمل سيميليشن ما فيش عندك مشكله بتحط القيمه اللي بدك اياها اوكي ماشي هي اصلا بتنزل من اربع اجزاء لهذا اخر شيء بدنا نحكي عنه اللي هو 20 نوتش فلتر 20 شو تي كلمه تي لما بنستخدمها يعني انه عندي هذا الشكل وتوين ايش يعني؟ زوج او توأم فانا بستخدم 2 تيز هلا هون هلا بنشوف شو هم التيز وايش بتكون بس قبل ما نعمل هيك خلينا نشوف شكل الهاي باس واللو باس باستعمال الار سي اذا راح خلي هاي اربعه هون خلصوا لي السالم الملكي كتبتوا هاي الفكره اللي هون فيجولي هون يعني انت كمهندس او مهندس بدك تحاول دائما تحط الاشياء فيجولي فيجولي عشان تفرجي المستمع تبعك واضحه الفكره توصل له اياها بسهوله مشكله كثير من المهندسين مثلا المهندسات بيجي بيعمل برزنتيشن فاهم هو 100% بس مش قادر يوصل الفكره بسهوله او بشكل سريع او بشكل افيشنت للمستمع هاي مثلا ميزتها شو بتعمل مباشره برسم السيجنال الاصليه اللي كانت عندي وبرسم فوقها السيجنال اللي انا طلعتها وذن يعني سكندز المستمع شو بشوف بشوف انت نجاحك او فشلك يعني واضح بشوف عنده انك انت مثلا السيجنال الاصليه كانت هيك والسيجنال الجديده مثلا اللي انت طلعتها مثلا هيك مباشره شافهم الاثنين سوبر امبوزد فوق بعض واضح عندك السيجنال فانت اعطيته المسج مباشره مش هيك؟ هاي شطارتك كيف تختار السيجنالز ايش اللي تفرجيها وايش اللي تعرضها فيهم. دكتور هذا الفلتر اللي هو اي سي برضه ايش هو؟ الفلتر هذا هي سالب نكي لو باس لا لا ما اظنش موجود هذا بنبنى من كومبوننتس ممكن تشتريه بس هو عاده بنبنى من كومبوننتس
طبعا الفلتر ثيري فلتر معقد جدا. تذكر الدكتور عصام الاستاذ الدكتور عصام زعبلاوي سمعتوا فيه كما درسكم بس سمعتوا فيه ما سمعتوا فيه هو وزير كان وزير وهلا رئيس جامعه خاصه في دمشق هو من احد الناس اللي يعني متخصصين في العالم كله في الديجيتال فلترنج ديجيتال فلترنج اللي هو بعملش هلا انالوج ودرسنا ديجيتال سيجنال بروسيسنج هون في الماجستير الديجيتال فلترنج ما بعمل انا انالوج فلترنج زي ما عملنا هون حطينا استعملنا ار و سي صار عندي كله عن طريق اي سي اي سي فيها بروجرام هي بتعمل الفلترنج فيري هاي سبيد لدرجه هلا مثلا في اي سي خاصه متخصصه تشتغلها من تكساس انسترومنتس تكون هي متخصصه في الدي اس بي ديجيتال سيجنال بروسيسنج هاي اظن ماده اختياريه عندكم في خامسه لا ولا كانت ماده اختياريه والكهرباء بتاخذوها ديجيتال سيجنال بروسيسنج فهلا في اي سي سريعه جدا سوبر اي سي بتشتريها من شركه اسمها تكساس انسترومنتس متخصصه في الديجيتال سيجنال بروسيسنج بالفلتر طيب اول الانالوج سيجنال للديجيتال مع الديجيتال بتشتغل بيشتغل كله على الديجيتال بصير مكانك تعمل اشياء كثيره في طبعا هذا بدك تفهم الزي ترانسفورم الزد ترانسفورم وموضوع يعني متخصص بالنسبه لكم ما تدخلوش فيه كثير لانه هو اكثر صار في مجال الكوميونيكيشن بس انك بدك تفهم انه الفلترنج بدل ما اعمل انالوج فلترنج زي ما عم نعمل هون في عندي مجال اسمه الديجيتال فلترنج ممكن اني احول السيجنال اعملها سامبلينج صارت عندي سامبلز بعمل عليها فاست فورير ترانسفورم بعمل عليها فلترنج بعمل لو باس فلترنج هاي باس فلترنج باند باس فلترنج في انواع مختلفه من الفلترز الديجيتال فلترز طيب نحكي اخر شيء عن التوين تي نوتش فلتر هذا عباره عن ايش؟ لو باس مضبوط؟ بس ضفنا هذه الريزستر هون مش هيك؟ ضفنا هاي الريزستر هون هيك صارت لو باس ضفت لها هاي الريزستر هلا نشوف ليش ضفنا الريزستر هذا عباره عن هاي باس مش هيك؟ لو انا دمجت هاي باس فلتر مع لو باس فلتر فكر فيها بالبودي البودي بلوت هذا هاي باس مضبوط؟ شو عماله بيعمل باللو فريكونسيز؟ انورمس اتنيويشن والهاي فريكونسي شو عماله بيعمل؟ بمررها without attenuation يعني هذا 0 dB 0 dB معناها 1 gain a gain of 1 minus 60 dB minus 70 dB معناها عمالي بظهر السيجنال لو جيت عملت سوبر امبوزيشن او كاسكيد هاي لو باس فلتر مش هيك؟ مظبوط؟ واخترت الفريكونسي هاي بعنايه شو صار عندي؟ تكون عندي؟ تكون عندي كانه إذا أخذت هذا الهاي باس وأخذت هذا اللو باس وحطيتهم إن بارلل راح أحطهم إن بارلل مش إن سيريز شبكت هاي مع هاي هاي مع هاي هذا بنسميه توين تي توين تي من وين إجت التوين تي؟ هاي تي هاي تي وتوين هم اثنين شبكتهم إن بارلل مع بعض من أشهر النتوركس هذا له نوتش فلترز نوتش هو عبارة عن نوع من أنواع الباند ستوب بس باند ستوب طبعا احنا لازم نوصلهم من بارلل ليش اذا وصلتهم من سيريز شو بصير عندي بطل يمر لا هاي باس ولا لو باس من هون انا حطيتهم من بارلل فلما تكون الفريكونسيز واطيه من وين بتمر الفريكونسيز واطيه هاي الباث تبعها مزبوط الفريكونسيز العاليه وين الباث تبعها هاي بس في فريكونسي معينه لا تقدر تمر من هون ولا تقدر تمر من هون It gets dropped by both اللي هي طبعا اختياري بدي اختار بعنايه 3 dB هاي و 3 dB هاي مش هيك؟ اذا كان 3 dB هاي اوطى من 3 dB هاي ما بظبطش عندي مش هيك؟ ببطل عندي فيه فلتر لازم يكون في منطقه معينه هذا اعلى منها وهذا اوطى منها يعني لاحظ بين هذه 3 dB وهاي 3 dB شو عندي؟ بلوك اتنيويشن مش هيك؟ في عندي اتنيويشن عالي اللي هي صفقت هي هاي النقش اللي احنا بنستعمله القيم هون بدون اثبات كيف نقدر نثبتها ونطلع ترانسفير فانكشن تبعتها هاي لو بدي اعملها بدي اضطر اعمل باي دلتا ترانسفورميشن مش عملتوا هاي الاشياء بدك تعمل باي دلتا ترانسفورميشن لانه في عندك لانه هاي النقطه مش موصوله بهاي النقطه لاحظ هاي هون سيبريت من هاي النقطه من هون فبدي اصير اعمل ما راح ادخل في اثباتها موجود راح اعطيكم الفورمولا مباشره الفورمولا اذا فرضت انه هاي سي هاي سي هاي سي هذه ار هذه ار هذه اظن 2 ار بتكون
عفوا هاي تكون 2C وهذه هاف ار. عندي النوتش فريكونسي هاي المركز من هون بتساوي اف نوتش بتساوي 1 على 2 باي هاي النوتش فريكونسي المركز مركز هاي ما بيمر من السيجنال خلص مش فاهم هاي هي الفريكونسي اللي بتعملها بلوكينج هاي عادة أنا بستعمله لما يكون في عندي خصوصا زي ما حكينا عندي 50 هرتز سيجنال أنا عارف إنه في عندي سيجنال رئيسية مركزة في هاي عمالها بتدخل نويز بركز ال 2 باي ار سي مثلا ل 50 هرتز بستعمل فيها ار سي بحيث إنها تعمل بلوكينج لل 50 هرتز لاحظ هون عندي ار ار سي سي بس هون عندي 2 سي هون عندي هاف ار هي اللي بتمثل نقطة التقاطع يعني دكتور؟ بتمثل النقطة بالضبط اللي هون اللي هي المكان اللي مركزنا عليه بس هذا دكتور هذا بنستخدمه لما يكون عندنا احنا في فريكوانسي على شمالها وعيمينها بنيه بالضبط ايوه بالضبط السيجنال انا عم بشكل عام ما بدي اغيرها وما فيش شيء في السيجنال مهم على هاي الفريكوانسي لكن في نويز داخل عندي على هاي الفريكوانسي بدي اتخلص منه هاي النتورك هذا تو بورت نتورك مش هيك هاي الانبوت بورت هاي الاوتبوت بورت او طبعا هو سيمتريكال يعني كان استخدم هذا الانبوت بورت لانه مش اكتف باسيف كومبوننت دكتور بان باس بان ستوب البارل بكونه وصلتهم لو باس اللو باس والهاي باس ان بارلل حافظهم هون بحكي بالباند باس وبان ستوب في الباند ستوب بيكون عندي نفس الفكره في الباند باس شو بعمل الباند باس خلينا نشوف هلا اللي بعمله حتى امرر فريكونسيز معينه بكون عندي هيك وهدول بكونوا ان سيريز فصار عندي الفريكونسيز هاي بنعملها بلوكينج الفريكونسيز هاي بنعملها بلوكينج والفريكونسيز اللي هون بتمر من الاول بتمر من الثاني يعني هدول رح يكون لو باس وهاي باس ايش لو باس بلس هاي باس سيريز هذا رح يكون لو باس هاي باس بارلل وهون لاحظ انه الكت اوف فريكونسيز هون تبعت الهاي باس اعلى من اللو باس لكن هون الكت اوف فريكونسي تبعت الهاي باس اقل من اللو باس لاحظ هاي القاعدة من هون يعني اف هاي هون ايش بتكون اقل من اف لو لكن اف هاي هون بتكون اكثر من اف لو نعم هذول السيريز عشان يصير عندي باند باس هذا صار باند باس هذا عندي باند وين؟ لا لا مش بالضرورة مش بالضرورة يعني ممكن ما بعرف ممكن يزبط ممكن يزبط أن تحط هذه السيريز مع هذا بس في عندك بتصير مشاكل أنا هون بس بحكي بشكل عام إنه ممكن أنا أبني باند باس فلتر باستعمال لو باس فلتر وهاي باس فلتر بغض النظر شو الإمبليمنتيشن تبعه لكن بشرط إنه يكونوا إن سيريز وإنه يكون الكت أوف فريكونسي تبعت الهاي باس فلتر أقل من اللو باس فلتر حتى يمر في إشي بينهم يعني الهاي باس فلتر بمرر فريكونسيز معينة واللو باس فلتر بمرر نفس الفريكونسي هاي اللي هي بين التو باندز لا هون مش بالضروري هتكون 20 بس انا هون ركزت على 20 كنوتش فلتر ماشي في اسئله على السيجنال كونديشنينج هلا في عندنا في النهايه في حوالي هلا مين اللي ما مرش عليه دي تو اي كونفرجن ما اخذش دي تو اي كونفرجن إذا في حد بده يقرأ عن الـ D2A conversion برجع على مادة الـ MSD في تشابتر 16 في هذا الـ MSD في هذا الـ reading كريدينج ماتيريال ما رح أرد أغطيها هون أعيدها مرة ثانية وما رح أطالبك فيها بالامتحان بس كريدينج ماتيريال إذا بدك تقرأ عن الـ D2A conversion الـ A2D conversion موجودة في تشابتر 16 من الـ MSD الآخر إيش بالنسبة للـ problems في عندي مجموعة problems حاولوا تحلوها خمسة وبعدين بنشوف ممكن ننزلكم حلول أو نحلها في المحاضرة